نحييكم من هنا من الرياض، حيث تعقد القمم الخليجية العربية الصينية في المملكة، التي ستعزز بلا شك من العمل المشترك والتعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية. هذه الجمهورية وهذا البلد الذي يرتبط بعلاقات متينة مع دول المنطقة، علاقات يعززها التعاون في مختلف المجالات، وبلا شك بأن هذه القمم ستكون محطة جديدة في العمل الثنائي بين دول المنطقة وجمهورية الصين الشعبية، ورعاية سعودية لهذه القمم وعمل كبير تقوم به المملكة في هذا الصدد. وللحديث أكثر حول هذه القمم التي تحتضنها الرياض، معي هنا الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور معنا في نشرة علوم الدار. في البداية، كيف ترى مخرجات هذه القمم التي تأتي مرة أخرى في المملكة العربية السعودية؟ تابعنا قمة أمريكية خليجية في الصيف الماضي، واليوم قمة خليجية عربية صينية بعنوان التعاون والتنمية. دكتور حياك الله وبياك أستاذ محمد، وأرحب بجمهور دولة الإمارات العربية المتحدة، أشقائنا الذين يشرفونا في المملكة العربية السعودية بلدهم الثاني. الحقيقة ومثل ما تفضلت في مقدمتك الجميلة أستاذ محمد، أن هذه القمم الثلاث هي تعد انطلاقة جديدة، مثل ما أشار ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنحو انطلاقة جديدة مع القطب الشرقي الصين، وهي القطب الاقتصاد الواعد في النمور الآسيويين. وهذه القمم الثلاث الحقيقة، السعودية والخليجية والعربية، التي التأمت في الرياض، أنا أعتقد أنها ستؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات بين هذه الدول، وأيضا البناء عليها لمرحلة جديدة تتقاطع فيها الرؤى لهذه الدول، خصوصا الدول الخليج لديها رؤية تطورية، كذلك لدى جمهورية الصين الشعبية رؤية الحزام والطريق، وهي تتقاطع الحقيقة مع الدول الخليجية والدول العربية في هذه التنمية. هي قمة بناء، قمة تنمية، بعيدة عن المناكفات السياسية، بعيدا عن الأجندات، بعيدا عن الإملاءات، بعيدا عن التدخلات. هذا الحقيقة ما يميز هذه القمم. الصين جاءت وتفتح ذراعيها، مثل ما قال الرئيس الصيني في كلمته، فتح لدول الخليج والعالم العربي البر والبحر والفضاء، ودعا الجميع والانخراط حتى في علوم الفضاء والطيران، ودعوته بصراحة أنه يرحب بالرواد الفضاء في الدول الخليجية والدول العربية لشراكة زملائهم في الصين. أعتقد أن هذه هي الشراكة الفاعلة، أن تأتي دولة بحجم الصين لتقدم ما لديها من إمكانات على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد التقني، على صعيد البناء والشراكات، وأيضا لتستفيد مما لدى الدول الخليجية والدول العربية أيضا من رغبات في بناء البنية التحتية. لدينا أيضا طموح في التقنية وفي توطينها، وفي أيضا في الصناعات المدنية والصناعات العسكرية، في الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة، في علوم الفضاء، في السكك الحديدية، في الزراعة، في المواني. كل هذه الحقيقة هي حاجة ملحة يتطلع إليها الخليجيون والدول العربية، وخصوصا أنهم يتطلعون إلى بناء مستقبل جديد تتقاطع معنا وتتشارك معنا الصين. نعم الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، بلا شك هي محطة جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة والصين، محطة انطلاق نحو مستقبل مزدهر، كما حمل عنوان هذه القمم التعاون والتنمية.